إن شاء الله راح نتكلم عن قياس وزن الطفل، وأيضا راح نتكلم عن حرارة الطفل وأشياء كثيرة تخص الطفل بعد الولادة. قياس وزن الطفل وطوله. ابتداء راح نتكلم عن الحرارة. الطفل حديث الولادة تتراوح درجة حرارته بين تقريبا 37% إلى 36. أيضا الختان، أفضل وقت للختان لإجراء عملية الختان طبعا هو ما بعد اليوم العاشر من العمر، أي بعد نهاية الفترة الانتقالية، حيث تكتمل خلالها تكوين كل العوامل التجلط داخل السرة، فلا يكون للمولود يعني معرض للأمراض مثل طبعا أمراض سيولة الدم. في هذا الوقت يكون يعني مر تقريبا 10 أيام، ولو فتحناه أو سويناه قبل هذه 10 أيام ممكن يسبب سيولة في الدم، ممكن يسبب نزيف في الدم، فأنا أنصح يعني يكون بعد 10 أيام أو بعد 11 يوم تكون يعني حصل تجلط في المنطقة وتسكر الجرح، وإن شاء الله يعني يكون هذا الوقت مناسب لإجراء هذه العملية. أيضا نحتاج ننبه عن العناية بالحبل السري. العناية بالحبل السري مهم جدا. بعد قطع الحبل السري بعد يعني عند الولادة يبقى جزء صغير منه متصلا بسرة المولود، ويحدث بعد ذلك جفاف له ويسقط تسقط منه قطع صغيرة، ممكن تكون قطع صغيرة تسقط منه وممكن يكون يعني يتساقط مرة واحدة، ويكون هذا ما بين اليوم السابع واليوم الثاني عشر من عمر الطفل. وعلى الأم أن تواظب على تنظيف الحبل السري، كل ما شافت أي شيء مثلا قطعة صغيرة تحاول تنظفها بلطف بدون ما تسبب أي ألم في الجلد، وحول قاعدة السرة حاول يعني تنظفينها مرتين في اليوم إلى 3 مرات في اليوم، هذا يعني إذا كان موجود أي شيء. يتم تغطية هذه المنطقة بشكل جيد لكي لا تتلوث من البكتيريا أو الطفيليات الأخرى مثل الفطريات إلى آخره. إلى هنا يعني يكون تقريبا وزن الطفل وزنه تقريبا من 3.5 جرام إلى 3.3 جرام. يتم الاهتمام بالطفل لأن الطفل في هذا الوقت يعني يكبر بسرعة ومعرض للأمراض في نفس الوقت. أي ارتفاع في درجة الحرارة استشيري طبيبك مباشرة، استشيري طبيب الأطفال، لأن درجة الحرارة ممكن تسبب تخلف عقلي في الدماغ، لأن خلايا الدماغ لا تتحمل درجة الحرارة المرتفعة في عمر يعني عمر الطفل، لأنه ما يتحمل درجة الحرارة. لازم يعني تكونين متيقظة في هذا الموضوع. هذا بعض النصائح البسيطة في هذا الموضوع، وكان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.